بعد ما رمز رمز بندقيتي مهرجان سيدي ولي العهد في ميدان الطائف ورمز المؤسس في دولة قطر، والآن يضيف الرمز الثالث في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الملك عبد العزيز السلام إلى الدوحة، إلى الدوحة مع مبلشة حمد بن جر الله بن علي البريدي. تهانينا والنماس لمالك مبلشة، ها هنا لحظة وصول مبلشة، مبلش الإنجازات، مبلش العوايد، سلام يا البريدي سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. ها هنا مبلش معنا الفوز والانتصار، الرمز يذهب إلى دولة قطر وإلى الشحانية. يا البريدي يا البريدي، حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي بينما المركز الثاني فاهم مراكز المصمك بيشان بن محمد بن فهيد الرزق.